بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد ربح من الإنترنت. إن شاء الله اليوم الدرس اللي غيكون حول ربح البيتكوين والاستثمار في مجال العملات الرقمية، ولكن الدرس خاص للمبتدئين، يعني الناس اللي الله بداو وعندهم أسئلة. إن شاء الله في هذا الفيديو غنجاوب على الأسئلة ديالهم حول طريقة استثمار المبلغ اللي خصك تستثمر به. قوم تقريبا على الأسئلة اللي طرحوا. المهم، أول حاجة خاصنا نشريو البيتكوين، سواء نشريو البيتكوين الناس اللي عندهم فلوس وباغيين يستثمروا. كاينين جوج حلول، سواء تشري البيتكوين من مالك الخاص، ولا تخدم في الإنترنت وتربح البيتكوين. الطريقة الأولى هي أسرع من الطريقة الثانية. المبلغ تقريبا اللي خاصك تبدا به، اقل المبلغ خاصك تبدا به تقريبا نقولوا تقريبا 50 دولار، 50 دولار. هذا بالناس اللي باغين يستثمروا من مالهم الخاص. اما بالنسبه للناس اللي ما استثمروا، اللي باغين يخدموا بالانترنت وما عندهمش هاد 50 دولار وباغين يبداو من الصفر، ان شاء الله غنعطيهم واحد لا ليست ديال لي سيت، غنوريها لهم لا ليست ديال لي سيت اللي يقدروا يبداو بهم باش يوصلوا لهذيك 50 دولار ويستثمروها. ولكن هاد الطريقة الثانية كتطلب واحد الوقت وكتطلب مجهود كبير جدا. الطريقة الأولى هي الأسرع والأنجح، ولكن الطريقة الثانية الناس اللي باغينها غنوريهم الطريقة الثانية، نعطيهم لي ليان ديال هادوك لي سيت، نوريهم كيفاش يخدموا بهادوك لي سيت، إن شاء الله يكون خير ويقدروا يستثمروا بهم. المهم، بالنسبة للناس اللي باغيين يخلصوا 50 دولار مثلا، ولا على حساب الطاقة ديال الشخص، على حساب الإمكانيات ديالو، 50 دولار، 500 دولار، 1000 دولار، 20 دولار، 30 دولار، 10 دولار، ماشي مهم، مهم غير يبدأ. ولكن إلا بديتي بواحد المبلغ كبير شوية، كيسهل عليك الأمور وكيكون الربح ديالك أكبر فأكبر. بالنسبة للناس اللي عندهم 50 دولار، خاصهم أول حاجة اللي يفكروا فيها هما يشريوا البيتكوين. علاش يشريوا البيتكوين؟ لأن التداول في العملات الرقمية تتبازع على البيتكوين، يعني العملات كاملين كنشريوهم بالسعر ديال البيتكوين. يعني أول حاجة خاصك تشري البيتكوين، ومن البيتكوين كتشري أنت العملات الرقمية. ثاني حاجة، فاش كتشري البيتكوين غادي في ارتفاع. إلا شريتي اليوم ب 2400، من المحتمل الغد ليه ولا بعد غد ليه يوصل 2500 ولا 2600 دولار، كما محتمل يهود 2300 ولا 2200، ولكن الوتيرة ديالو غدا في تصاعدية. دابا وصل تقريبا 2500 دولار. منين غادي نشريو هاد البيتكوين؟ كاين بزاف ديال الطرق من تشري البيتكوين. كاين دي سيت اللي كتقدر تشريهم، تشريهم مثلا نعطيكم السيت ديال لوكال بيتكوين. لوكال بيتكوين تقدر تشريه، كتلاقى مع السيد اللي غيبيع لك البيتكوين وكتخلصو وكيعطيك البيتكوين. ولكن فاش يعطيك البيتكوين، خاصك اول حاجة قبل ما تشري البيتكوين، خاصك تكون عندك واحد الواليت. الواليت هي واحد المحفظة كتشري منها، محفظة كتحط فيها هذاك البيتكوين، يعني بحال اون بانك بريفي ديالك، اون بانك كتحط فيها القدر ديال البيتكوين، وانت تقدر تصيفطو في اي سيت كتسمى واليت. ومن لي واليت اللي عندنا كاينين بزاف، كاينين مثلا كاين اكزابو اللي ما كنصحش بها لان فعلي فيه، كاين مثلا كوان بيز، كاين كوان بايمنت، كوان بايمنت مثلا ما عرفتش كيفاش كتكتب، تقلبوا عليها في جوجل. كاين كريبتو ناتور، هادو تقريبا مجموعه ديال، وكاين بلوك تشين، هادو مجموعه من المحافظ اللي كاينين تقدر تخدم بهم، هما اللي كتحط فيهم تحط فيهم العمله ديالك. وكاينين محافظ اخرى ديال دي سيت ديال التداول، وهما دي سيت كتداول فيهم، ومنهم ومحافظ. كاين مثلا عندنا البولونيكس، عندنا البيتريكس، عندنا مثلا ناخذ ثلاثة،
البولونيكس والبيتريكس هما المعروفين، ويليهم يوبيت اللي اقل شهرة. هذا من جهة. يعني اول حاجة تكري الواليت ديالك، ثاني حاجة دخل ان سيت باش تشري البيتكوين من هاد لي سيت اللي كاين، قلت انا نورمالمون لوكال بيتكوين ولا مجموعة ديال لي سيت اللي عندهم نفس المنهجية. داكوغ. ثاني حاجة اش خاصك دير؟ ثاني حاجة خاصك فاش تشري البيتكوين، شريتي البيتكوين و حطيتيه في الواليت ديالك، من تما خاصك ترسلو لواحد المنصة ديال التداول. من المنصة ديال التداول المعروفة بولونيكس، كما قلت لك بولونيكس، هما هادو بولونيكس البيتريكس واليوبيت بيتريكس، وكاينين مجموعة من المنصات، ولكن احسنها تقريبا البولونيكس، واخا رغم ان هاد الايام تعاني من مشاكل ديال لي زاتاك ديال الهاكر ومشاكل في ليكون، ولكن تبقى منصة عالمية لان الحجم ديال التداول فيها كبير وكبير جدا. هذا من جهة. من بعد فاش كتدخل مثلا هاد المنصة، نفترض ان عندك مثلا درتي واحد الانفستيسمون ديال 100 دولار مثلا، 100 دولار قبل ما تشري العملات الرقمية، ما غاديش تجي وغادي تشري العملات الرقمية او بيف، يعني هو زار يعني بالصدفة تشري العملات الرقمية. لا، باش تشري العملات الرقمية خصك تاخد بزاف ديال الاعتبارات. اول حاجة خصك تعرف العملات الرقمية، تعرفهم كل وحدة بالسمية ديالها، تعرف لا تكنولوجي اللي كتخدم، تعرف الستاف اللي خدام فيها، تعرف لوبجيكتيف ديالها، لافونيغ ديالها، يعني تاخد جميع المعلومات الممكنة على مثلا على العملات الرقمية. ومن العملات الرقمية المعروفة مثلا عندنا البيتكوين، الايثيريوم، الرايبل، لايتكوين، نيم. عندك توب 10، هاد التوب 10 هما اللي معروفين في هاد لو سيت اللي هو كوان ماركت كاب، يعني هاد العملات العشرة الاولين هما اللي معروفين، هما اللي ستابل ومعروفين في السوق. ولكن الطريقة ديال الاستثمار ما خصكش تكون على عملة واحدة، إلا كانت على عملة واحدة تقدر تنخفض، تقدر سميتو ترتفع. وكاين هذيك المبدأ الآخر يعني كيقول لك ما تحطش البيض في سلة واحدة، يعني خصك تستثمر على الأقل على الأقل في 10 ديال العملات، يعني خصك تعرف 10 ديال العملات، تكون عارف المبادئ ديالهم، عارف بزاف المعلومات عليهم، ومن ثم تقدر تستثمر فيهم. والطريقة الطريقه اللي الاستثمار اللي كتبان لي ناجحه ومزيانه هي انك تحط مثلا 50% ديال المونطون ديالك، يعني 50 دولار تحطها في عمله، يعني 50 دولار تحطها في عمله اللي باينه، عمله من العملات اللي باينه، مثلا العمله ديال البيتكوين، الايثيريوم، الرايبل، لايتكوين، ايثيريوم كلاسيك، داش كوين، مثلا هادو هما العملات زي كاش، مثلا هادو العملات المعروفه اللي ما كطيحش في الثمن ديالها، ما كتفقدش الثمن ديالها بواحد السرعه، هي غادا ديما في ارتفاع، و بحال فلوسك ولا بحال راس المال ديالك، زعما انت تو غارونتي راس المال ديالك، يعني محفوظ بسلام، يعني ما حتى شي واحد ما يقرب ليه، وما غاديش تخسر بزاف، يعني سوا ترتفع بزاف، سوا ترتفع، سوا يبقى ستابل، يعني العملة مستقرة جدا للاستثمار. يعني تحط نص ديال هذيك رأس المال ديالك في عملة من العملات المستقرة والعملات المعروفة جدا اللي سبق ليا وشرحتهم لكم. هذا من جهة. ولكن الى حطيتي مثلا 50 دولار استثمرتيها في البيتكوين، 50 دولار استثمرتيها مثلا في البيتكوين ولا في الايثريوم، العائد بما ان العمله مرتفعه جدا، وصلت لواحد الدرجه ديال النمو، واحد لا ماتوريتي كما كيقولوا، واحد النضج، يعني ما كتزادش بزاف، ما غاديش تزاد القيمه ديالها بزاف، يعني الارباح ديالك انت ما كيكونوش بزاف. مثلا استثمرتي 50 دولار تقدر تلقاها 60 دولار ولا 70 دولار، يعني ما غاديش ماشي شي ارباح مهمه جدا. باغ كونتخ
الا مشيتي شفتي شي عملة من العمولات اللي كاينين ما معروفينش، عملة مثلا ما معروفينش، نعطي شي اكزامبل مثلا، واخا كاين مشكل ديال لا كونيكسيون انترنيت بانت ليا ديكونيكتيت. ناخدو مثلا عملة، مثلا نقول مثلا البايت كوين، واخا ماشي بالضبط البايت كوين، ولكن عملة اللي السعر ديالها كيف مشو السعر ديالها تقريبا 0.00237 $273 والحجم التعامل اليومي ديالها هي 4 المليون ديال الدولار، وهذا الحجم ديال العملات اللي كاينه في السوق، يعني عملات الحجم ديالها كبير جدا. نفترض ان هذه العمله لا تكنولوجي ديالها مزيانه وداس قدام، وارتفع السعر ديالها مثلا نقولوا من 0.0 نقولوا ارتفع السعر ديالها نقولوا 10 المرات، وصلت الان دولار ولا وصلت يعني فواليس، يعني الا كنتي انت في هذه العمله مثلا مستثمر غير مثلا 10 دولار، 10 دولار فواليس هي $100 تقريبا، $100، وهاد $100 غادي تعوض لك الخسارة ديالك، ولا تعوض لك هذا هو المونطون ولا رأس المال اللي بديتي فيه، يعني اللي بقى العملات اللي بقى كل شيء رباح، هذا هو البرانسيب. ولكن خاص شوية الصبر، لأن ماشي العملة كتجي في نهار في ليلة وضحاها وكتولي كتضرب في 10 المرات، خاص شوية الصبر، إلا لكان كتسمى البول، كتسمى واحد الفقاعة ديال الأثمنة، يعني كيكون واحد البول لو بخي ولا الثمن كيطلع من 1 حتى 10، يعني فواديس، وهذه كتكون نادرة جدا، ونادرة جدا ولكن مرة كتكون دو توت فاسون. تقريبا هذا هو لو برانسيب اللي كيبان لي مزيان. ولا كان عندكم شي استفسار في سي استفسار، ولا عندكم شي برانسيب اخر حطوه في لو كومونتير. نعاود نختصر الفكرة، انك تحط 50% ديال المبلغ اللي باغي تستثمره في عملة باينة وعملة عندها واحد السيت وعندها واحد السمعة، و50% أخرى كتختار العملة اللي كتبان لك الثمن ديالها رخيص، والعملة اللي عندها واحد لا تكنولوجي وعندها واحد الأهداف، وأنت اللي كيبان لك من هذيك العملة راه غيطلع الثمن ديالها في المستقبل، يعني على مدى واحد الشهر ولا شهرين ولا 3 شهور غادي يطلع في المستقبل ديالها. هذا بالنسبة للناس اللي غاديين باغين يستثمروا من مالهم الخاص. اما الفئة الثانية اللي باغات تبدا من الزيرو، يعني من الزيرو تخدم باغ انترنت، تجمع البيتكوين وتصيفطو للمنصة وتربح الانترنت، ان شاء الله غادي في لا فيديو اللي مورا هذا ان شاء الله غادي نبروبوزي عليكم 10 تقريبا، 10 ديال المواقع اللي تخدموا فيها مربحة، المواقع 10 ديال المواقع اللي مربحة وتربح فيها من الانترنت، ان شاء الله نعطيكم اثباتات ديال الدفع ديال كل موقع باش تشوفوا المصداقية ديالو. هذا من جهة. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو اللي كان مخصص للمبتدئين، ولكن عندكم شي كومونتير ولا عندكم شي استفسار حطوه في الكومونتير، وان شاء الله نحاول نجاوبكم. ولا الاعضاء تبارك الله ديال القناه، كاينين شي اعضاء، كاين اعضاء اللي في المستوى و عندهم يتقال يعني في اون تيرم ديال دو كونيسونس، يعني عندهم معارف كبيره كثيره في هذا المجال، حتى هما يقدروا يجاوبوكم. ونتمنى في لي فيديو يكون تفاعل اكثر ويكونوا تعليقات اكثر باش نقدروا نزيدوا لقدام ونزيدوا جميع. فوالا، بلا ما نطول عليكم، ان شاء الله انتظروا لا فيديو اللي غادي تجي حول المواقع الربحيه، مجموعه ديال المواقع الربحيه تقريبا شي 10 ولا 9 مواقع الربحيه المجانيه ديال لربح البيتكوين، وهذا خاص بالناس اللي غادي يديماريو من الصفر، يعني اللي غيبداو من الصفر باش يوصلوا لواحد المبلغ وهذاك المبلغ يستثمروه. بلا ما نطول عليكم بزاف، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الجديدة ربح من الانترنت.